النهارده الحلقه الرابعه من ميك ات اور بريك ات. النهارده هنعمل الباستا بتاع جيجي حديد. الريسيبي دي وين فايرل على تيك توك انستغرام وناس كتيره جربتها وانتوا طلبتوها. فيلا نشوف ايه المكونات وبعد كده نبتدي. اول حاجه احنا محتاجينها هي كوبايه من كريمه الطبخ، معلقتين كبار من الصلصه، بصل مفروم صغير، 3 فصوص ثوم، مكعب كبير من الزبده، بارميجانو ريجيانو وتشيلي فليكس واي نوع باستا احنا بنحبه. في الوصفه الاصليه جيجي حديد قالت نستخدم شالوتس وهي استخدمت بداله لان ما كانش عندها بصل احمر، فانا حبيت ان انا استغل الفرصه دي وان احنا نستخدم الشالوتس فعلا، وهو بيبقى شكلها بيضاوي وهي من فصيله من فصائل البصل، وكمان طعمه سويت او معسل اكتر وطعمه مش حامي زي البصل الاحمر خالص، وحبيت استغل الفرصه دي ونعرف معلومه جديده. ونرجع للوصفه. في طاسه سخنه جدا هنحط شويه زيت زيتون، البصل ونقلب كويس، وبعدين الثوم ونقلب كويس، وبعدين الصلصه، ولازم نقلب الصلصه كويس جدا جدا مش اقل من 3 او 4 دقايق، وهو ده اللي بيخلي الصوص طعمه خطير. وبعدين نضيف الكريمه ونقلبها كويس ونسيبها على النار. انا هنا شغاله على حراره متوسطه لحد ما الصوص يبقى سميك. وهنضيف التشيلي فليكس وهنضيف اوراق الريحان، انا مقطعاها هنا لشرايح رفيعه، وفلفل اسود، وهنقلب كويس جدا. ودلوقتي المكرونة بتتسلق، هضيف مغرفة من سلق المكرونة وهبتدي اضيف الباستا على الصوص. انا هنا حطاها وهي نص سوا، ليه؟ لان الصوص سخن ولسه هي هتتشرب من الصوص ولسه هصورها، فانا عاملة حسابي ان انا عقبال ما اخلص كل ده هتكون هي شربت الصوص وبقت كريمي وسواها بقى مظبوط مش مهرية. ودلوقتي هضيف الزبدة وهبتدي اقلب الباستا، ولازم الباستا دي تكون صوصي وهي بتتعمل كده يعني ماي مايا، ما تقلقوش خالص، اول ما بتبرد او بتهدى شوية بتكون الباستا امتصت الصوص وبقى كريمي ويجنن. وبعدين هضيف الجبنة البارميزان. وكده الباستا عندي جاهزة، يلا نروح نقدمها مع بعض. عايزة بقى اوريكم شكل الباستا بعد 4 دقايق بالظبط لما ارتاحت. بصوا بقى الصوص كريمي ازاي وخطيرة والسوا مظبوط، تجنن. I love it. والحقيقة بقى دي اضافة من عندي، حطيت بوراتا على الوش وهي بصراحة كانت اكسباير وما لقيتش استخدام الزم ان انا احطها على الباستا. والبوراتا دي هي جبنة ايطالي من برة موتزاريلا ومن جوة كريم زي ما انتوا شايفين كده، اضافة خطيرة وتجنن. بصوا بقى لما الكريم بتاعت البوراتا تنزل على الصوص، خطير. بصوا المنظر، مش هتكلم، لا I love الريسيبي دي. وزي ما معوديكوا بحب اديكوا ريفيو كامل، ودي بقى بعد ما الباستا بردت خالص يمكن بعد ساعة. بصوا الكريمينس والحلاوة اللي هي فيها. واحنا كده خلاص خلصنا، يا رب النهاردة تكونوا استفدتوا حاجة من الحلقة دي وجربوا الريسيبي دي وقولوا لي ايه رأيكم.